يا مسهل للأحوال يا رب. أهو اتفضلوا. اتفضلوا. كام؟ اركب بس. بكام؟ تدفع كام أنت؟ 20. اركب. كل ده 20؟ آه. اركب. أنتوا منين؟ من أفريقيا. من أفريقيا؟ ما كلنا من أفريقيا. من اريتريا. تمام. بقالكوا قد ايه هنا؟ ليه عملت كاميرا كل التاكسي؟ عشان انا شغال على التاكسي، فهم بيحطوا يعني في نظام جديد كده عايزين يراقبوا فيه السواق. اوكي. طب وليه لي انتوا هنا بقالكوا قد ايه؟ 10 سنين عشان ما 10 سنين؟ هو قدامين 3 سنين. صح. اه هم 3 سنين. 10 سنين ايه؟ ده 10 سنين كان زمانكم بتتكلموا مصري بقى. ايوه. مش عايزين نتكلم مصري. ليه؟ مصريين. ليه؟ تنورونا، انتوا تنورونا. لا اه نحن عارفين. شكرا. نشكركم كمان، بس نحن مش عايزين نتكلم عربي، مش لغتنا. الله الله. حقك ماشي، حقك. اعتزي بلغتك برضه. بس ايه، نمشي الدنيا نكمل شويه. عشان تصرفي عشان تصرفي نفسك يعني. انتوا عيلة واحدة ولا؟ اه عيلة واحدة، اخوات. هذا اخي. اه. وهذا اخو. هو زعلان مني قوي وقاعد. لا هو ما بيحب يتكلم كتير. عشان هيك هو جعان. بيحب جعان. لا بردان مش جعان. طب انا عايز اقول لكم على حاجه بقى. ده برنامج في التلفزيون. ايه بتاع ايه؟ ده برنامج في التلفزيون. التلفزيون. اه والكاميرات دي كاميرات تلفزيون. تمام. عرفتوا ليه انا بسالكم بقى وبتكلم معاكم كتير؟ عشان ده برنامج تلفزيون. اه ماشي. وهنذيعه في التلفزيون. اكيد عملوا. ها موافقين؟ ها وقعدت تقول لي ب 20 و10 ومش عارف. تتواصل معايا انت؟ انت هتدفع 50. ايه هتدفع 50 وقت بس؟ ها هو كده هتدفع 50. عايزين نتفرج عليه. بينزل الساعه كام؟ الساعه 10 يوم الثلاث. بكره يعني. يوم الثلاث 10 بالليل يوم الثلاث. اوكي اوكي ماشي. انت عايز تنزلوا؟ انتوا عندكم فيسبوك؟ ايوه عندكم فيسبوك. هتتفرجوا عليها بقى وتاخدوا ام بي سي مصر. ام بي سي مصر. اه بردان قوي ولا ايه؟ مين؟ مش بردان هو. يا عم انا قلت لك جعان. ايوه هنا على جنبك. هنا على جنب. اه يلا مع السلامه. فين ال 50 جنيه؟ ال 50 جنيه الاول. بديها فين 50 جنيه؟ هديها لك. لا مش عايز حاجة. يلا يلا. شكرا.